الفنان الكبير هاني شاكر. استاذ هاني اهلا بيك. مساء الخير يا استاذ وائل، ازاي مساء حضرتك؟ الخير استاذ هاني. بالتاكيد ازيك؟ تاثرك بما حدث في القدس هو اللي دفعك لهذه الاغنيه. الاغنيه قديمه ولا جديده؟ وانا هفاجئ حضرتك انه انا مهموم بالقضيه الفلسطينيه وباهلي وناسي واهلنا وناسنا هناك في الارض المحتله والقدس والاقصى الشريف. من يعني الغنوه دي بقى لها تقريبا حوالي 8 9 سنين، يمكن اكثر كمان، اه ومعموله. انا كان هذا القسم كنت بغنيه في حفلاتي في الفتره اللي فاتت دي. طبعا جت فتره يعني انا نسيته شويه عندي. الحقيقه افتكرته بعد الاحداث الاخيره، وبعد وعد من لا يملك لمن لا يستحق اللي عمله ترامب ده. اه فكلمت حبيبي واخويا المخرج الاستاذ محمد مختار، وقلت له اعمل لي عليها مشاهد، وكأن الغنوه طالعه النهارده والله يا استاذ. يعني وكأنها ولدت اليوم. يعني ولدت اليوم فعلا. ما هو ده ميزة الفن وميزة الأغنية الحقيقية، انها تبقى دائما. يعني بالظبط كده، يعني عارف، مش من الاغاني الـ الوقتيه وخلاص، لا فعلا الغنوه بتعبر عن حال وطننا وحال الفلسطينيين، وبتعبر عن لسان العرب كلهم النهارده في هذا الموقف، وكأنها فعلا معموله النهارده. هي طبعا يعني كلمات الشاعر محمد السيد والحان اخويا وحبيبي الراحل رياض الهمشري، اه وتوزيع موسيقي مجدي داوود، وطبعا حبيبي سامح المزني الله يرحمه مهندس الصوت اللي كان عاملها. فهي فعلا غنوه قديمه، لكن هي حقيقي كأنها وليدة اليوم النهارده. اه لكن طبعا مع اهتمامك دايما بقضايانا وبالقضية الفلسطينية، لكن طبعا وجدت القضية دخلت في نفق مظلم بنقل السفارة الأمريكية للقدس. يعني وده يعني ربما دفعك إلى إنك تطلع الأغنية بهذا الشكل من جديد. والله ده طبعا، لكن انا عايز اقول حاجه، رب ضاره نفع. يعني ما فعله ترامب وما فعلته امريكا يخلينا النهارده نتعامل مع هذا الكيان بشكل اكثر وضوح، ونبقى عارفين احنا مصلحتنا فين. واتمنى يا رب ان يكون في موقف عربي موحد تجاه امريكا. بتمنى يكون في يعني سحب الارصده العربيه اللي موجوده في امريكا، يعني تحس ان في موقف موحد. وده اكيد يعني لازم تحس ان العرب، ايوه، بالرغم ان عندنا مشاكل هي اللي مصدراها اكيد، هي واسرائيل، وفي حرب تقريبا في معظم البلاد العربيه، لكن الحد الاقصى والحد القدس لازم يعرفوا ان العرب ايد واحده. وان شاء الله يا رب رؤسائنا وملوكنا العرب ربنا يوفقهم الفتره اللي جايه، ويبقى في قرار يعني يحسس امريكا انه اللي عملتيه ده غلط، اللي عمله رئيسك ده غلط. يعني دوله ال 300 سنه دي ما ينفعش تيجي تقسم العالم على زي ما هي عايزه، وتضرب بالقوانين الدوليه والاعراف الدوليه عرض الحائط زي ما هي عايزه. لا، طيب الموضوع انا يعني استاذ هاني كمان، انا من انت طبعا بتقول حاجه نقطه في غايه الاهميه. عندنا اسلحه يمكن فيها انك تضغط على الاقتصاد الامريكي، يعني سواء ثروات وارصده او علاقات اقتصاديه وتجاريه. يعني بالضبط كده. اللي بيقول احيانا هو احنا هنحارب امريكا بالغناء. يعني انا رايي طبعا ان الاغنيه هنحارب امريكا واسرائيل وهنستعيد القدس بالغناء، انا رايي ان الاغنيه بتشحذ الوجدان يعني وبتستثير الحماسة. لكن البعض ربما يقول لك هو احنا هنحاربهم بالغناء، يعني هنستعيد القدس بالغناء. والله بص يا استاذ وائل، ده سؤال جميل، ويعني واللي بيسال السؤال ده انا بقول له ان الغنوه دي ما عملتهاش عشان ترامب يسمعها ولا عشان امريكا يعني مش في بالي ابدا ان انا احارب امريكا بالاغنيه او بالاغاني الوطنيه عموما. انا بعمل ده للعرب اللي بيتكلموا لهجتي واخواتي ويعني وبلادنا العربيه، عشان نشحذ الهمم زي ما حضرتك بتقول كده، ونحس بالموقف اللي احنا فيه، ونحس ان احنا فعلا لازم نبقى ايد واحده في الفتره اللي جايه، لكن مش ان احنا هنحارب امريكا اكيد باغانينا طبعا، لا. طيب استاذ هاني شاكر، بشكر حضرتك الف شكر.
كل الاحوال يا جماعه طبعا هي الاغنيه هو ليه احنا بنقول الاغنيه الوطنيه بطبقه، وتعالوا شوفوا شاديه بقيمتها في الاغاني الوطنيه ايضا. بتستنهض الهمم وتشحذ الوجدان، تستثير الحماسه في النفوس، لكن في نفس الوقت طب هنعمل ايه على ارض الواقع؟ ده الحقيقه السؤال اللي لا اجابه له في ظل الواقع العربي المؤسف والمؤلم. من الذي صنعه؟ صنعته بعض الدول اللي بتبكي الان على القدس، وهي القضيه عندهم القضيه لم تعد القدس فقط يا جماعه. ده ليبيا ضاعت زي ما بقول لكم، واليمن ضاعت، وسوريا والعراق بالطائفيه الحقيقيه اللي موجوده على ارض الواقع وباقتسام الكعكه ضاعت ايضا. وفي بقى شوفوا بقى منطقه الخليج الان كلها منطقه بتعيش في قلق شديد انها كيف تواجه المخططات الايرانيه. لم يعد احد مشغول الا بامنه وحمايه اوطانه. من الذي دفعنا الى ذلك؟ يتآمر العرب على بعضهم البعض. عشان كده قلت لكم من اجمل الحكم الفيسبوكيه يعني من مواقع التواصل الاجتماعي، نحارب بعضنا البعض، ده الدول العربيه يعني بالسلاح، لكن مع اسرائيل بنكتفي بالدعاء والبكاء بهذا الشكل. هي نقلة شوية، لكن طالما بنتكلم عن الأغنية، شعبان عبد الرحيم أيضا الشاعر إسلام خليل وشعبان عبد الرحيم أغنية صحيح هي موجهة بشكل عميق لدونالد ترامب، و يعني لتحليل شخصيته يعني، ولتوجيه الإهانات له ردا على موقفه.